السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: اعتقالات وتغييب قسري للمتظاهرين في العراق وسط غياب للقانون وتقييد للحريات. في عنواننا الثاني: مظاهرات البصرة تستمر وترتفع معها أسقف المطالب وشعار المتظاهرين يرفض إيران وتبعيتها من الحكومات. في عنواننا الثالث: اعتصامات محافظة المثنى تستمر ليومها 11 وسط تعنت حكومي وأهمال لمطالب المتظاهرين. وفي آخر العناوين: استمرار المظاهرات في محافظة ذي قار مع استمرار القمع الحكومي. أهلا بكم. انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن من محافظة البصرة يدعى غسان سعيد، يظهر وهو يمزق ثيابه غضبا ويطالب بالبقاء في ساحات التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب. دعونا نشاهد. الله وكيلك، احنا راح نعطيهم فترة زمنية هسه، فترة زمنية، شوفونا ساكتين، لحد الآن ساكتين وفرود أعصاب، بس قسما بالله، قسما بالله، شباب موتون وياي لو لا. راح نعطيهم فرصة ونشوف، يعني تتشد والله اذا ما لك والله طالبك انا شو كيف نلبس هدوم مال نسوان والله، نلبس هدوم مال نسوان والله. انا فردي بواحد اثنين ثلاثة اربعة زين ولا ومش انا فردي بكل. بعد ان عرضنا لكم مقطع المتظاهر غسان سعيد، نتابع مع حضراتكم قوة حكومية تعتقله بعد تهديد الاحزاب الحاكمة له بالسكوت. نتابع مظاهرات بسبب اعتقال الناشط غسان من أهالي قضاء المدينة أمام قائم مقامية القضاء. إذن هكذا تتعامل السلطة في العراق مع المتظاهرين، مع كل من يؤثر، كل من ربما قد يحيي بعض الروح النائمة ربما، أو الغضب النائم أو الغضب الخامد في صدور المتظاهرين أو العراقيين. كل هذه الشخصيات التي قد تكون يوما من الأيام أو في يوم من الأيام هي المؤثرة ربما أو هي المهيجة للمظاهرات، نراهم يعتقلون، يقتلون، كالمحامي الذي قتل في المحافظات الجنوبية، وكذلك قضية التغييب، قضية الاعتقال بدون أسباب، الاعتداء على المتظاهرين المعتقلين بأشد أنواع التعذيب والضرب المبرح الذي يخرجون بعده إن خرجوا إلى المستشفى مباشرة. نتابع مع حضراتكم الآن مظاهرات جوالة وسط محافظة البصرة تندد بفساد الأحزاب الحاكمة. نتابع أيضا في محافظة البصرة، المتظاهرون هتفوا إيران برا برا والبصرة تبقى حرة، والأحزاب برا برا والبصرة تبقى حرة. فلنشاهد. Thank you.
وأن هناك من سيقوم بشتمهم من السياسيين، أتحدث بشتمهم وباتهامهم بأنهم عملاء وخونة وبأنهم خلايا نائمة لأنهم قالوا إيران برا برا. هناك من سيغضب وسيهاجم المتظاهرين علنا وفي السر لأنهم قالوا إيران برا برا، ونحن سنزيده غضبا ونعرض لحضراتكم أهالي قضاء الزبير ينتفضون ويهتفون ضد الأحزاب ويفندون تهم السلطة لهم بالبعثية والدعشنة ويهاجمون إيران ويطردوها من العراق بهتافاتهم، فهي ومن جاء معها هم سبب الخراب. فلنشاهد. هذه الأصوات لم تأتي من فراغ، هي جاءت من رحم معاناة الشعب من إيران ومن جاء معها من أحزاب وميليشيات وسياسيين يحكمون الآن في العراق. متظاهرو قضاء شط العرب في محافظة البصرة يهاجمون مقر ميليشيا بدر بالحجارة ورددوا شعار كلا كلا للأحزاب. فلنشاهد. طبعا منظمة بدر بمقراتها كانت قد قتلت الشباب المتظاهرين عندما خرجوا عليهم في محافظات وسط وجنوب العراق في محافظة البصرة وغيرها، حرفيا قتلت المتظاهرين، أطلقت عليهم الرصاص وأردتهم قتلى أمام أنظار القوات الحكومية. ونحن كنا قد عرضنا هذه المقاطع أمام حضراتكم في نفس البرنامج ولكن في حلقات سابقة، يمكنكم أن تراجعوها. ميليشيا بدر التي ينتفض عليها الشعب الآن وعلى غيرها من الميليشيات وعلى غيرها من الأحزاب قامت بقتل المتظاهرين حرفيا بإطلاق الرصاص عليهم وأردائهم قتلى ومصابين لأنهم قالوا كلا كلا للأحزاب وبرا برا إيران. نتابع مع حضراتكم من محافظة البصرة إلى محافظة المثنى استمرار اعتصام المثنى لليوم 11 على التوالي مع استمرار توافد المعتصمين لساحات الاعتصام. بس نذكر بقضية وهي مقارنة بسيطة جدا بين هذه المظاهرات في وسط وجنوب العراق والمظاهرات التي حدثت في المحافظات الغربية في عام 2013 عندما اتهمت بأنها ترفع بها الأعلام غير الأعلام العراقية، وصورت هذه المظاهرات على مدار عام كامل لم يثبت بها رفع علم واحد بخلاف العلم العراقي. عموما ما يحدث الآن في محافظات وسط وجنوب العراق الأمر مختلف لأنهم لا يستطيعون اتهام المتظاهرين بنفس الهجوم أو نفس التهم التي اتهموها للسابقين، ولكن هي لا تخلو سيكون هناك اتهام بشكل أو بآخر لهؤلاء المتظاهرين بأنهم دواعش وأنهم بعثيين، وهذا ما حدث فعلا من قبل بعض السياسيين. لنقارن فقط مقارنة بسيطة كيف قمعت تلك المظاهرات وكيف يتم التعامل مع هذه المظاهرات. متبرعون من أهالي مدينة السماوة يتكفلون بتوفير وجبات طعام وشراب للمعتصمين بجهود ذاتية. فلنشاهد. هذا الدعم اللي تكفلتوا به اليوم الوجبة عشاء المعتصمين في محافظة المثنى، هل هو
يعني اكو جهاز ساعدتكم ام هو دعم شخصي ذات من عندكم؟ دعم شخصي. جبنا لهاي الشباب اللي تستاهل، لان هاي ضحت قدمت لبلدها وحبينا نقدم لها هاي ابسط ما يكون. موفقين ان شاء الله، بارك الله فيكم اخواننا الاعزاء، الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، طرح الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع متعلق بقضية الدعم الذاتي، توفير الطعام والشراب. قالوا بأنه لو هذه الزيارات الدينية التي تحدث في العراق والتي ينفق عليها ملايين الدنانير العراقية بتوفير طعام وشراب للزوار، لو خصصت بنفس الكمية وبنفس المبلغ للمتظاهرين، للمعتصمين الذين يبيتون ليل نهار في العراء في الحر صباحا ومساء من أجل نصرة قضية معينة ومن أجل خدمة هذا المجتمع بشكل عام، ألا يكون ذلك أفضل بدعمهم بالطعام والشراب وتوفير كل الاحتياجات والامتيازات والراحة لهؤلاء المعتصمين لكي يستمروا باعتصامهم ولكي يكون هناك دافع حقيقي وقدرة على التحمل في ظل هذه الأجواء؟ هذه طبعا نصيحة توجه كذلك لمن يقومون بنصب هذه الولائم على طول الطرق المؤدية إلى المزارات الدينية، في حين أنهم يهملون أخوانهم الذين يعتصمون الآن في الشوارع. طبعا كل الشكر لمن يقوم بالدعم، ولكن المعتصمون يحتاجون إلى دعم أكثر. نتابع اعتصام النصرية يستمر لليوم الثالث على التوالي على غرار اعتصام السماوة. ونتابع مع حضراتكم أهالي الشطرة التابعة لذي قار يتظاهرون ويرددون الماء يطلع يتظاهر لا يتعنب درب حسين، في دلالة على نهج الإمام الحسين الثائر. دعونا نشاهد. أهلا بكم من جديد. عصابة في إيران قامت بقتل شاب من محافظة البصرة. ذوي المقدور قارنوا بين التعامل الذي يتعامل العراقيون مع الإيرانيين به أثناء الزيارات الدينية وبين تعامل الإيرانيين مع العراقيين عندما يذهبون إلى إيران. دعونا نشاهد. منطقة نادر بالأهواز، قعدوا بشقة ب 11 وربع انقفل التليفون، خلصنا من ثمان لا ب 12 اتصل صاحبه ثار الزيداوي، اتصل على أخوه مهند بالعراق هنا بالبصرة، قال له صارت عندنا هيك حادثة،
اجونا جماعه طبوا عينه ثلاثه ملثمين بمسدسات ودقوا الباب، دقوا الباب ما فتحنا من الباب، الباب فاتحين اول الباب مال الشقه، الباب الثاني مال الصاله كله جام. فيشوفونهم واحد والثاني يشوفونهم ويبتشون بالباب ثلاثتهم. فالمرحوم وربعه هم كاضين الباب من جوا من داخل، مو اي سو من عندهم كلش، طلقه واحده رموها. المرحوم صاير بباب الجام كلش يعني قريب عيش مسافه. نعم. قبل جت طلقه بقلبه. المهم راح رحمه الله نحمد الله ونشكر. الى رحمه الله. اي ربعه ما فتحوا الباب. خافوا ما يعرفون لا مركز شرطه مثل لا دوله لا شيء ظلوا واحد كان وياه؟ يا نفرين. نعم. اصدقاء كلش. المهم يقول على ما فتحنا الباب وقمنا نصرخ ما ادري التمت عين العالم اتصلنا بالشرطه جاهم الشرطه ماخذينهم. شلون الحادثه شلون كذا فاكو كاميرات يعني بالمنطقه كاميرات كلهم مصور الحادثه ومصورتهم شلون طابين. ثلاثه من اهل الاهواز طلعوا هم يعني اكو فد راس خيط وكذا كاظين من عندهم ابو التاكسي ابو الشقه ابو الصيرفه بس هم نازلين مصيرف اكو صيرفه جوه. مكتب ما صرفهم مصرفين وكذا وشايفهم انتم منين جايين وين واصلين قال لهم احنا من العراق هو اول مره بالعلم يعني اول مره يروح والجواز صار له عنده خمس سنوات يعني ما مسافر به اول مره راح يعني مو نقول مثل دائما يروح ويرجع لغرض والدي يعني وشفت حاله والدي اي فقالوا يعني العلاج هناك شوي ارخص والكشفيه ارخص واجهزه لهذا الباب احنا من يجون لنا بالاربعينيه الامام الحسين سلام الله عليه شنو من خدمه نقدم لهم؟ شين من الناس أكل ببلاش ملام ببلاش رصيد ببلاش يعني هاي جزاتهم أن هاي الدولة الإسلامية والنوبة هاي كل هاي الأمور نقلنا للجثة ما يطولها شلاع قلب يعني صار لهم هاليوم رابع يعني بهذلونا. سنترك التعليق للمشاركين الكرام الناشطين أو النشطاء على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. ماهر المنصور يقول تكررت أكثر من مرة وخاصة بالأهواز المفروض من الدولة العراقية هاي إذا أكو دولة تسوي حل لإيران وأقل شيء تمنعهم من زيارة الأربعين بس ويا من تحكي إذا أحزابنا كلها إيرانية إلك الله يا عراق. في تعليق آخر حنان الدليمي تقول الشعب العراقي ضاع وصار مكفخة للدول ورئيس الوزراء والحكومة ما تدري بالدنيا وين ما وين. أمجد يقول أموت وما ألوث جوازي بختم إيراني عم يشعدكم بإيران خلي يولون تسليب صاير بفلس أي أمان ماكو هذا الوضع في إيران فما بالك في العراق. حسين العراقي يقول على حكومة الزباليل تحذر الناس العراقيين من الذهاب إلى إيران لارتفاع معدل الجريمة المنظمة وعصابات السرقة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. نكرر إذا كان هذا في إيران فتخيلوا الوضع في العراق كيف هو الوضع. شهاب يقول خلال هذا الأسبوع أربع حوادث صارت لعراقيين في إيران خلال أسبوع واحد فقط تخيلوا. وفي آخر التعليقات لدينا علي الأسد يقول باكر إذا صارت الزيارة عد ما وصيكم انطوهم أكل ومنام وشرب. طبعا المشكلة مشاهدينا الكرام كما استمعتم يتعامل العراقي مع الزائر الإيراني الذي يأتي ورصدت يأتي ومعه المخدرات ويحمل سلاح ويدخل بدون تفتيش وتابعنا الملايين التي دخلت عبر المنافذ الحدودية بين إيران والعراق يدخلون بدون تفتيش محملون بالمخدرات والمواد المتفجرة والأسلحة ويأتون بجرائم كاملة يدخلون بها إلى العراق لتنفذ في هذا البلد. تخيلوا يتم التعامل معهم بأن يعطوا طعام وشراب ومنام ويعاملوا معاملة لا يعاملها لا يتم التعامل بها مع ملك عندما يدخل إلى العراق. تابعنا مجند أو منتسب في الشرطة ضابط دمج يمكن أو غيرها وهو يقوم بتدليك أقدام الزوار إيرانيين وغيرهم بينما يتم التعامل مع المواطن العراقي بالإهانة وبالقتل وبالسرقة. واتصل بنا في برامجنا التفاعلية أكثر من مرة أناس عراقيون وكذلك من الأحواز واتصلوا بنا يتحدثوا عن تعامل الإيرانيين مع العراقيين عندما يذهب العراقي إلى إيران. نحن لا نهاجم شعب ولكن هناك ميليشيات انتشرت في البلدين بسبب إيران. نراكم بعد قليل.
في فقرة الهاشتاج الموضوع هو يوم النصر العظيم، يوم 8 آب عام 1988 هو يوم انتهاء الحرب الإيرانية العراقية. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. عمر العبيدي يقول: بداية يوم تاريخي مهم في ذاكرة الشرفاء في مثل هذا اليوم 8/8/88 ذكرى النصر، نصر العراق على إيران، حيث جرع أبطالنا خميني كأس السم وجعلوا رأس إيران في الوحل. الرحمة لشهداء العراق الأبطال. في تغريدة أخرى الدكتور باسل الناصري يقول: إذا كانت الأمم والشعوب تفتخر بأيام لها، فإن هذا اليوم هو فخر أيامنا ويوم عزنا ورفعة رؤوسنا، يوم ما مرغنا أنوف الصفويين التراب وجرعنا شيطانهم الأكبر السم الزعاف، ودفعنا عن الإسلام والأمة أكبر هجمة صفراء. في تغريدة أخرى عباس الضالع يقول: 8/8/1988 يوم النصر العظيم على إيران حين أذاق الأبطال في العراق السم للخميني، وأعلن العراق الانتصار في معركة القادسية بعد قتال استمر 8 سنوات. كان العراق حارسا للبوابة الشرقية للعرب، وبعد سنوات وبدعم عربي خليجي أسقطوا النظام العراقي وسلموه لملالي إيران التي تعبث الآن بأمن الخليج. وفي آخر تغريدة هبة تقول: لن يمحى هذا اليوم من ذاكرة العراقيين الأحرار، في مثل هذا اليوم جعل أبطال الجيش العراقي رأس الدجال خميني تحت أقدامهم، الرحمة والخلود للشهداء، وسنبقى نستذكر هذا الانتصار ما حيينا، وبإذن الله ستعاد هزيمة إيران وأذنابها الذين دنسوا أرضنا. نذكر مشاهدينا الكرام أن الآن من يتحدثون بأنهم قادة وطنيون في العراق كهادي العامري على سبيل المثال أو أبو مهدي المهندس، هؤلاء قاتلوا مع إيران ضد العراقيين باعتبار أن هذه هي المناسبة التي نذكر بها، قاتلوا مع إيران ضد العراقيين وقتلوا من العراقيين بعدد شعر رؤوسهم. للأسف هؤلاء اليوم هم الذين يقال عنهم أنهم المقاومون، هؤلاء هم الذين يقال عنهم بأنهم حماة الأعراض، وهؤلاء هم الذين يضعون العلم العراقي على أكتافهم ليتحدثوا بالوطنية. راجعوا الشريط جيدا، موجودة المقاطع على اليوتيوب، لا يحتاج الموضوع إلى مزيد من الشرح وطبعا الإسهاب بالكلام. نراكم بعد قليل. أهلا بكم. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام أخطر دول العالم بحسب مؤشر السلام العالمي، فلنشاهد. في الختام نشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.